السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور. ثانية، داليا محمد، وأنا سلام علي شيماء أحمد. قديش تاريخ اليوم؟ طيب نهاية المحاضرة مش مشكلة. طيب نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيماء وأحمد سالم وداليا اللي موجودين معي من ضمن تقريبا 9 طلاب يفترض يكونوا موجودين. أنا أذنكم بس دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. تمام، السلام عليكم. معاي يا شباب انتو؟ دكتور معاك. طيب اليوم بدنا نكمل مشوارنا اللي بديناه المرة الماضية، وباعتقادي الفيديو صار موجود عندكم على بلاي ليست اسمها CS111 Python Programming First Semester 2020. تمام، للشعبتين. الآن التسجيل اللي راح يصير هنا لشعبتكم راح أرفعه وأبلغ الشعبة الثانية، ومحاضرتهم الجاية راح تكون ديسكشن. أنتم المحاضرة اللي بعديها راح أعمل لكم ديسكشن، يعني أحاول نكتب برامج مع بعض هيك خفيفة إلى آخره، أو لما نتقدم بالمادة أصير أرفعكم تسجيلات بحيث أريحكم شوية. تمام، طيب نرجع لموضوعنا. بالنسبة ل المرة الماضية كتبنا برنامج بسيط، وإذا بتتذكروا أخذنا فيه أنواع المتغيرات. تمام، وكتبنا التايب، وقلنا في إشي اسمه مالتي لاين كومنت وسنجل لاين كومنت. تمام، واليوم بدنا نكتب مع بعض برنامج بسيط، وقلنا الجود بروجرامر الرول نمبر 1 بدنا نتذكر فيهن: Think before you program، صح ولا لا؟ لازم تفكر قبل ما تبرمج. 2، لازم لما حتى انك تتمكن من البرمجة بشكل كويس لازم انك تطبق وتطبق وتطبق قد ما تقدر، you have to practice. رقم 3، لما نبدأ بكتابة البرنامج، البرنامج لازم يكون documented، موثق، using meaningful variable name، يستخدم أسماء متغيرات إلها معنى تدل على السياق. نستخدم leading messages للinput و leading messages للoutput، بمعنى رسائل إرشادية للإدخال ورسائل إرشادية لوين؟ للإخراج. الكل ماشي معي؟ دكتور. طيب تمام، خليني بدي أنا وياكم نكتب هون على الكونسول. شايفين الكونسول معي؟ بدنا نكتب 22/7. النتيجة شو طلعت؟ 3.14%، صح ولا لا؟ ولو كتبنا 22.0/7 النتيجة نفس الإشي، ولو كتبنا 22.0/7.0 النتيجة مالها 1، ولو كتبنا 22/7.0 النتيجة مالها 1. إذا
حاصل القسمة، حاصل القسمة سواء كان الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، القسمة اللي خلينا نقول الحقيقية، تمام، الناتج شو بده يكون؟ الناتج بده يكون حقيقي. الآن أنا في عندي مجموعة من العمليات الحسابية اللي بتتم، بس خلينا على أساس نكون في عندي هنا البلس، تمام، شو بتعني؟ جمع، والماينس طرح، والستار شو بتعني؟ ضرب، والدبل ستار بتعني أسس، والستار شاي بتعني قسمة صحيحة، قسمة إيش؟ صحيحة. وهاي الدبل سلاش شو بتعني؟ قسمة، عفوا، قسمة حقيقية. وهاي شو بتعني؟ قسمة صحيحة. وهاي بتعني مود، باقي القسمة. إذا لاحظوا هذول العمليات الحسابية شايفينهم بالجدول هذا. مرة ثانية بدي أرجع لشاشة الكونسول، بدنا نكتب مع بعض 22 دبل سلاش على 7، قديش الناتج راح يطلع معي؟ شوفوا الناتج اللي طلع. ولو دكتور هاي ترو ديفيجن، بعطينا من دون فواصل. بالضبط، مش من دون فواصل، بسموها انتج الخانات. الناتج لازم يكون صحيح، يعني ترانكيشن بتم، ترانكيشن للجزء الكسري. لكن لاحظوا لما يكون احد الطرفين حقيقي، يعني حطينا معاه فاصلة عائمة، والطرف الثاني صحيح، النتيجة بتطلع مش 33.0. ولو حطينا 22 دبل سلاش على 7.0، صحيح الجزء الكسري طار، لكن الرقم اللي ناتج شو ماله؟ مش صحيح، كسري، لأنه في نقطة عائمة. وصلت الفكرة؟ تمام دكتور. تمام. الآن بدنا نكتب برنامج، خليني أعمل كومنت. لاحظوا الكومنت اللي بدي أعملها مرة ثانية، هاي دبل تريبل، تمام، وبدي أكتب this program is to calculate circle area. تمام، تحت the circle area is نقاط تربيع باي، مزبوط، R باي نقاط تربيع، مزبوط، R تربيع ستار باي، مزبوط ولا لا؟ نيم از كذا كذا، وبعدين هون بدي اجي اقول له ستار ستار ستار. خلص انتهت الكومنتس. الان اول خطوه بدي افكر بالبرنامج بالطريقه التاليه. الكل معايا شباب؟ خلينا عشان نبدا خطوه خطوه. اول شيء البرنامج بينقسم او بتكون من 3 اجزاء. خليني اعمل انوتيشن عشان تكون الامور واضحه لكم. خلينا نيجي على التكست هون ونكتب هون، تمام. اول شيء the problem elements، عناصر المساله اللي عندي. المساله اللي عندي هي كتابه برنامج لحساب مساحه الدائره. الكل ماشي معي؟ دكتور معك. الشباب عائشة، عماد، دكتور مهد، أحمد معك دكتور، شيماء، داليا، كلياتكم مركزين معي الآن شباب؟ دكتور. أول إشي العنصر الأول الانبوتس، المدخلات. شو المدخلات لمساحة الدائرة؟ يعني what is needed to calculate the circle area، شو الإشي اللي بحتاجه أنا حتى إني أحسب مساحة الدائرة؟ بدك باي، تعرف باي قديش؟ باي هي كمية ثابتة، صح ولا لا؟ إذن مزبوط، تعطيها باراميتر. باراميتر هاي باي، وكمان شو بحتاج؟ مساحة الدائرة اللي نصف القطر، نصف القطر، أيوة، الراديوس، تمام. الآن العنصر الثاني، طبعاً هذا بدي أسميه العنصر الأول من عناصر أي مسألة بالدنيا. العنصر الثاني اللي هو what is the process، what is the process، ما هي المعالجة التي سوف تتم؟ أنت دخلت المدخلات، شو بدك تسوي على المدخلات؟ شو الإشي اللي بدك تسوي على المدخلات؟ تيجي بتقول لي أنا لازم أعمل كالتالي، أضرب الريدس، تمام،
الريدس ضرب الريدس ضرب ايش؟ ضرب باي، مظبوط ولا لا؟ مش هاي البروسيس اللي بدي اسويها اللي هو مربع نصف القطر مضروب في الباي النسبة التقريبية، مظبوط ولا لا؟ قولوا لي اذا انا غلطان. مش هاي مساحة الدائرة and store the result in the area. دكتور الريديس بزبط احطه باور 2 ماشي حبة حبة لانه الشباب لغاية الان بعدنا ما اخذناش الباور، فانا بس بدي المهم اعرف عناصر المسألة الان. راح نيجي للبرنامج ونوريكم اكثر من طريقة. انتهينا. اذا شو المطلوب؟ المطلوب انك تحسب مربع نصف القطر مضروب في النسبة التقريبية وتخزن الناتج وين؟ في اريا، في الاريا كفاريبل كمتغير، مظبوط ولا لا؟ بعدين هون الاوتبوت العنصر الثاني، شو المخرجات؟ اي مسألة شو الاوتبوت؟ مين بقول لي؟ raise your hand. شو الاوتبوت؟ شو برايكم النتيجه، نتيجه البرنامج؟ دكتور انا مش عارف ارفع ايدي، بس الناتج اللي هو البروسيس، الناتج المعادل هو يعني الاريا، المساحه، الاريا. اذا الاريا اللي هي الاريا، مظبوط ولا لا؟ خلص مظبوط، هذا البرنامج انتهى، مظبوط ولا لا؟ باجي باخذ هذا هون على جنب، خليني اشيله هون على جنب، تمام، واجي ارجع برنامجي هون، عفوا خليني اعمل كلير للدرو، معلش لانه طيب اوكي. طيب بدي اعمل كلير للدرو. اوكي دكتور، سؤال هو نفس الكونسبت تبع الجافا او سي بلس بلس؟ امين مع بحكي معي. انا محمد نعمان. دكتور محمد، باللغات البرمجة كلياتها تقريبا البروسيجر لانجوجز كلياتها نفس المبدأ، لكن مع اختلاف التارجت تاع اللغة، هدف اللغة، ومع اختلاف مفردات اللغة وقوة اللغة واعتمادها اما على كومبايلر او انتربريتر. سي والسي بلس بلس والجافا كلها بتعتمد على كومبايلر. اللغة اللي بنتعامل معها الان هي انتربريتر، اوكي، مفسر وليست مترجم. والمره الماضيه اعطينا شو الفرق بين المفسرات وبين المترجمات. دكتور اول مره بحضر، سجلت الماده جديد. اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك. على كل حال، تمام. على كل حال يا شو اسمك مره ثانيه؟ محمد نعمان. دكتور محمد نعمان، بتفتح لي اليوتيوب وفي بلاي ليست موجوده على قناتي للماده، موجود فيها المحاضره السابقه اللي هي اول حضرتها دكتور. ممتاز. حتى كان معك طالب وحدي فيها. لا كانت داليا ومش عارف كأنه أو طالبين، يعني المهم فيها شرح بالكامل عن الشيء اللي ناقصك. طيب خلينا نرجع لموضوعنا. إذا قلنا ثلاث عناصر رئيسية، الانبوت البروسيس الاوتبوت. الانبوت قلنا الريدس. إذا أنا شو باجي بقول؟ لاحظوا بالبايثون في عندي جملة خاصة بالإدخال، عندي عفوا اكثر من طريقه للادخال. الطريقه الاولى اللي هو بسموه الادخال الثابت. شو يعني الادخال الثابت؟ باجي انا بقول ريدس ايكوال، هذا الريدس اسم متغير، بيجي واحد بكتب بالشكل هذا، بقول ار ايكوال مثلا 10، تمام، ار ايكوال 10. بعدين برد يقول اي ايكوال ار ضرب R ضرب باي. طيب وين الباي؟ إجا هون قال باي بتساوي 22/7، تمام، ما فيش أي مشكلة. إذن الطريقة الأولى إدخال ولا مش إدخال؟ هاي إنبوت، صح ولا لا؟ مظبوط؟ عفوا هذول سنتين، هذول الإنبوت، مظبوط ولا لا؟ خلينا نحط سنجل لاين كومنت ونحط هيك نفصل، هذا الانبوت، هاي البروسيس، مظبوط. وبعدين بدي افصل البروسيس كمان بلاين. اذا هذا الجزء الثاني، ظل شو الجزء؟ الاوتبوت، مظبوط ولا لا؟ بدنا نقول له برنت
برنت برنت ايه لا بدنا نحط هاي ما كويس خلص برنت ايه زي ما بدك. طيب ممتاز جدا. وجينا بدنا نعمل رن للبرنامج، شو رايكو؟ ها خلينا نعمل رن، خلينا نعمل هنا CLS clear screen واعمل رن. هاي رن، طلعوا النتيجة اللي طلعت، شايفين النتيجة هيها 314. لو اجى واحد يوزر خارجي واجى طلع على هالبرنامج وانه بيطلع قيمة 314، شو بتفهموا من 314؟ لا انسى انك شايف البرنامج، ما حيفهمون، ما راح يفهمون اي شيء. رد اعمل رن للبرنامج كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، اضغط اضغط، قد ما تضغط بيظل يطلع نفس النتيجة. تغيرت النتيجة؟ طب يا عمي أنا ما بديش نصف قطر عشرة، بدي ل 128.5. إذا يا أخوي أنا بدي أفتح لك البرنامج وأغير هذا ل 128.5، وأعمل كمان سيف وبعدين أعمل لك رن وخلنا نشوف النتيجة اختلفت. والله النتيجة اختلفت هيها. كمان رن نفس النتيجة، كمان رن نفس النتيجة. إذا كل مرة بدي أغير نصف القطر وشو لازم أساوي؟ لازم أرجع على البرنامج وأغير قيمة R. أغير القيمة. وهذا هذا الإدخال شو بنسموه؟ بنسموه الإدخال الثابت. يعني أنت ما في فلكسبيليتي بالبرنامج تاعك، بدك تفتح البرنامج وتغير القيمة. لا يا عمي هذا الحكي ما بزبطش معنا. تعملوا فور لوب؟ بدنا إشي ثاني يكون مرن، مروني بالإدخال. أدخل الإشي اللي بدي إياه، كل مرة بعمل رن للبرنامج تاعي يعطيني إمكانية أدخل رقم جديد على كيفي. هاي النقطة الأولى. إذا كيف أساوي؟ بقول له هون بدل هاي مباشرة هيك، بقول له لا يا عمي حط input. input والinput يا شباب، هاي جملة، هاي جملة إدخال. ولكن ما انتبهوا لي شو بحكي، أي شغلة بتدخلها باستخدام جملة الinput تعتبر string. شو تعتبر string؟ شو يعني الstring؟ اللي حضر معنا بخط نص كراسة، يعني أي شيء بدخل عن طريق جملة الانبوت يعامل معاملة شريحة رمزية ولا يعامل معاملة أرقام. طيب شو الحل يا دكتور خالد؟ الحل كالتالي، الحل منيجي قبل الانبوت ومنحط يا إما فلوت. ها شو يعني فلوت؟ فلوت قيمة عشرية بخط، يعني حول لي ما أدخلته من أرقام باستخدام الانبوت إلى فلوت. وطيب بقدر يا دكتور احوله لانتجر؟ نعم، بس بتحط الجمله هاي ايش؟ انتجر. هذا الحكي شو بنسميه؟ بنسميه تايب كونفرجن. شو بنسميه؟ تايب كونفرجن، تحويل نمط البيانات، او يسموه الكاسكيدنج، بسموه كمان الكاسكيدنج. لكن تايب كونفرجن بصير هون فعليا، هو بصير تايب كونفرجن. انت دخلت رقم من الشاشه، لكن هذا الرقم سيبقى سترينج ما لم تدخل عليه الانتجر او الفلوت. تمام، اذا بدنا نحوله فلوت لانه الفلوت حجمه اكبر. ممتاز جدا. اذا هاي فلوت انبوت. تمام، الان بدي اجي اعمل رن للبرنامج. خليني اعمل رن للبرنامج. انتبهوا شو نتيجه الرن هون، طلعوا عليها. مين بيقول لي شو البرنامج قاعد بيساوي؟ بيطلب منا ندخل رقم. ايوه، شايفين المؤشر هذا وبنسميه احنا الكارج ريتيرن او بنسميه الكيرزر. الكيرزر شو بيساوي؟ بيعمل بلينكينج. بلينكينج يعني بستنى منك ادخال. ادخال لايش؟ او ليش بيعمل بلينكينج؟ للار. للار، ناتج عن عمليه ايش؟ ناتج عن عمليه الانبوت. الان باجي هون بقول له بدي 12.5. لاحظوا كيف الان بعد ما اكتب 12.5 بدي اضغط انتر، على طول طلع ايش؟ الاريا. طلع الاريا، بس طلع لي رقم بدون ما يكتب لي انه هاي الاريا. مزبوط دكتور؟ بقدر احط مثلا بالبرنت مثلا دبل كوتيشن اريا تساوي بلس اي. ايوه، ما خلك معي انا حبي حبي بدي اجيكو. انا اسف. لا ولا يهمك، بس انا عارف انك بتعرف احنا بنقدر نحط، لكن انا بدي اقول لك شو مشكله انه تطلع لك رقم لوحده هيك واقف لوحده وما له اي معنى. زائد في نقطه ثانيه مهمه جدا، انا الانبوت هون وقف المؤشر والشاشه سوداء وما يعني خلينا نقول ما قال ليش شو اسوي. يعني افرض انه يوزر من برا ما شايف يعني، مش واضح يا دكتور، مش واضح.
يعني ما قال لي شو اسوي، بينما لو جينا على الانبوت هون الانبوت بتيح لك تحط ليدنج مسج. شو يعني ليدنج مسج؟ رساله ارشاديه. بدي اجي اقول له هنا بليز بليز انتر راديوس. ايوه انتر راديوس، هاي رساله انت بتكتبها، انت بتكتبها ما فيش اي مشكله اطلاقا. هاي شو بنسميها؟ بنسميها رساله ارشاديه. خلينا نعيد تنفيذ البرنامج مره اخرى. لاحظ النتيجه شو صارت، لاحظوا كيف. مين افضل انه تعطيك رساله ارشاديه ولا يوقف المؤشر مثل الهبل لحاله؟ اعطيني رساله ارشاديه بليز انتر ريدس. اوكي انتر ريدس، بدي اقول له 78 و 6 بالعشرة. برضو طبع لي رقم كبير. يا عمي شو هذا الرقم اللي طبعته؟ انا قلت لي انبوت ريدس وطبع لي قيمه. يعني شو القيمه هاي؟ قيمه باي، قيمة محيط الدائرة، قيمة مساحة الكرة، شو القيمة هاي يا معلم؟ إذا برضو كمان الأوتبوت بده leading message، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. إذا لازم أحط له رسالة إرشادية the circle. لاحظوا كيف the circle area equal فاصلة. لاحظوا لازم بين كل قيمة وقيمة، هاي قيمة بتنطبع كما هي كرسالة، وهون شو بروح على قيمة الأريا وبتجيب قيمتها. خلينا نعمل رن للبرنامج شوف النتيجة مرة أخرى. تمام، وهاي clear screen CLS عشان أشوف النتيجة. هاي رن، شو بقول لي هون؟ please enter radius. طيب يا أخوي هاي 12.5 enter. شو أعطاني تحت؟ the circle area equal 491.7%. يا سلام، والله خلص عرفت إنه circle area. أما ورش كان حاط الرقم لاخه بوجهي وأنا مش داري شو هو، مزبوط ولا لا يا شباب؟ إذن مهمات الليدنج مسجز ولا مش مهمات؟ لا مهمات. مهمات لمين؟ مش إلك. مهمات مش إلك كبروغرامر، لليوزر، للقارئ، لليوزر، اليوزر المستخدم النهائي. أنت كبروغرامر، أنت ككمبيوتر ساينس بدك تعمل برنامجك مش إلك، أنت بدك تعمله للناس. الإنسان لو رحنا على شاشة الصراف الآلي، كلياتكم بتستخدموا الصراف الآلي مزبوط، معظمكم. وجينا على شاشة الصراف الآلي وقفنا قدامه قلنا له إذا سمحت بدنا 10 ليرات، مش راح يستجيب لك. الصراف الآلي في عنده شاشة، في عنده أزرار، في عنده رسائل موجودة مكتوبة على الشاشة. الرسالة الأولى بقول لك ضع البطاقة في هذا المكان وبعطيك سهم بتحرك وعامل لك كالألوان وهالفنون. إيه والله يعني مبين. إيه وين السهم؟ إيه هيو البطاقة، حتى حط لك إياها بالطريقة اللي بدك إياها. ليش؟ لأنه بفترض إنه بتعامل مع شخص لا بقرأ ولا بكتب، وبتعامل كمان مع أشخاص بقرأ وبكتبوا، حط لك رسمة متحركة حتى لو ما بتقرأ وبتكتب. وبعض الأحيان في ناطق وفي سبيتش ريكوجنايزر مميز للصوت. الآن تيجي بتحط البطاقة بقول لك أدخل الرقم السري، بحاورك بتدخل الرقم السري، بقول لك بعطيك قائمة فيها العمليات سحب إيداع استفسار على الرصيد، مزبوط ولا لا؟ لو ما أعطاك هاي القوائم، لو ما أعطاك هاي القوائم والصراف الآلي كان بيشتغل صح، بس هاي القوائم مش موجودة، في منه فائدة؟ طبعا لا، لأنه اليوزر مش عارف شو بده يسوي. إذا الليدنج مسجز مهمة جدا جدا. هاي اتركناها. إذا لاحظوا عملت دوكيومنتيشن، ليدنج مسجز للإنبوت، ليدنج مسجز للأوتبوت. الآن في نقطة مهمة جدا عشان الريدابيليتي المقروئية. أول شيء هون أنا شو كتبت؟ R. لو إجا مبرمج تاني فتح البرنامج تاعي وبلش يقرأ فيه لقى انه مكتوب هون ار، شو الار هاي يا عمي؟ شو تقصد فيها يا اخوي؟ انا بقصد فيها الريدس. طيب انت مش عندي تا تقول لي انها الريدس، ليش ما بتستخدم شو قلنا القاعده؟ يوز دكتور اذا كان دوكيومنت تبين، يوز شو القاعده؟ عدد دوكيومنتيشن التوثيق، يوز مينينجفول فاريبل نيمز. شو يعني مينينجفول فاريبل نيمز؟ يعني اسم المتغير كامل، اسم المتغير يكون له مدلول او معنى. الريدس كامله بحطها الان. هاي باي، باي اوكي والله حاطه باي، عرفت انها باي. الان كمان ايه؟ شو ايه يا اخي؟ شو بتقصد فيها يا
يا زلمة تحط اريا مالك، ما حدا قايل لك ما تحط اريا، واقول لك لا تحطش اريا بس، حط هيك سيركل اريا بصير مع اندرسكور ولا لا؟ بصير ولا ما بصيرش؟ وهون الار هذول شو لازم اغيرهن؟ شو لازم احطهن؟ الراديوس تكتبها مش هيتعرف عليها. ايوه مش راح يتعرف عليها. اذا باجي بنسخ هاي بقول له كنترول سي، وباجي هون بقول له كنترول في، وهون كمان كنترول في، تمام، وبشطب هاي الار اللي موجوده. تمام 100%. شوف البرنامج كيف صار والله. وانا اقرا بالبرنامج، اقراوا لي اياه هيك مع بعض. ريدس ايكوال فلوت انبوت بليز انتر ريدس، ايه هذا ادخال نصف القطر، ممتاز. باي بتساوي باي بتساوي 22 على 7، ايه كمان فهمتها، هذا نصف القطر وهاي باي. السيركل اريا ايه بده يحسب السيركل اريا، الريدس مضروب في الريدس ربع نصف القطر ضرب باي. يا سلام والله المساله يعني بسيطه. برنت دي سيركل اي 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 اي. وهون طيب هون ليش ناس تحط يا دكتور سيركل؟ صح، شو لازم نحط؟ لازم المتغير هذا كنترول سي سيركل اريا. اه سيركل اريا لانه خلص اسم المتغير اختلف، مزبوط. اي 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 البرنامج هذا بحسب مساحه الدائره بدون ما اقرا الدوكيومنتيشن، فهمته صح ولا لا؟ لاحظوا يا شباب انا هون مش بعلمك قواعد لغه بس، بعلمك الطريقه الصحيحه في البرمجه. You have to document your program. You have to use meaningful variable names. You have to use useful leading messages for input and useful leading messages for output. وصلت الفكرة؟ والله نعمل run للبرنامج مرة أخرى. بقول لي انتر ريدس، بدي أقول له 3.1 أعطاني سيركل اريا أقول 30، ممتاز جدا. الآن يا أخي أنت هنا ضارب زي ما قال زميلكم، مين زميلكم اللي حكى قال يا دكتور بصير نحط أس، وين راح؟ أنا دكتور باور حط. أيوة قال لك يا دكتور لويش مكرر الريدس مرتين؟ ما في عندك عملية حسابية اسمها ستار ستار، شايفينها؟ بس لازم في كلاس نستدعي منها ولا مش بختلف؟ لا لا كلاس ما أنت اسمها وينك شو اسمك أنت؟ محمد نعمان. أنا آسف سألت كثيرة بس نختلط علي الأمر. لا لا محمد نعمان طير لي السي بلس بلس من راسك والجافا. أوكي حطنا على جنب. تمام. الآن موضوع مختلف تماما. الآن new language. ما فيش عندنا تعريف لداتا تايب زي السي. أقول له أنت مثلا كذا كذا، وأقول له ريال. مستغرب برضه انه كيف بيقبل لحاله بدون ما تعرفه. بيقبل من خلال القيم اللي تخزن فيه، بعرف انه هذا المتغير صار ريال من خلال القيم اللي تخزن فيه على طول. طبعا. يعني هاي قوه من احد عناصر القوه الموجوده في البايثون، زائد الرقم الكبير اللي بتطلعه البايثون. راح تشوف انه ما فيش لغه بالدنيا بتطلع ارقام زي ما بتطلع، تتعامل مع البيج داتا. خلينا مع بعض الان بس نشوف. الان الريدس بدل ما تكتب ريدس ضرب ريدس، شو بتحط؟ ريدس ستار ستار 2. شو يعني ستار ستار 2؟ يعني أس 2. يعني أس 2، يعني الريدس مرفوع للقوة 2، بعدين مضروب في إيش؟ مضروب في باي. تمام تمام. خلينا بالله نشوف نجرب هاي الطريقة مع نفس القيمة اللي دخلناها قبل شوي، هل بتطلع نفس النتيجة؟ خلينا نشوف. بقول لي بدي الريدس، بدي أقول له 3.1. شو النتيجة طلعت؟ سيم دي سيم، مضبوط ولا لا؟ إذن ممتاز. يعني أنا هنا استعاضت عن هاي بإيش؟ ضربتها باثنين. طيب رائع جدا. طيب في طريقة أخرى في عندي أنا في البايثون يا شباب، إشي اسمه Function Libraries، مكتبة الاقترانات أو الدوال. مش بس اقترانات ودوال، يعني البايثون فيها قوة هائلة. كل إشي له library، إلو مكتبة. شو يعني مكتبة؟ يعني واحد كاتب لك مجموعة من البرامج الجاهزة، ما عليك غير بس أنت تستدعيها لا أكثر ولا أقل، بكيش تكتب فيها ولا حرف. مثلا في عندي library مختصة بإيش يا شباب؟ مختصة بالرياضيات، import math، بالماث، مختصة بالماث. شو باجي بقول له؟ بقول له import، أنا كاتب capital letter صح؟ import math
يم هيك بس. لاحظوا أعطاني إياه شو سمى هذا موديول. This module is always available. It provides access to the mathematical functions defined by the C standard. Click anywhere in this tooltip for additional help. لاحظوا كيف في standard C تمام، لأنه في جزء يعني من هاي libraries يعني مكتوبة في standard C. بس على كل حال هاي اللايبرز سواء كتبنا في الستاندرد سي او ما وين ما كتبنا جاهزه، فيها دوال جاهزه. واحد يجي يقول لي طيب معطيني اشاره تعجب هون، شو هاي التعجب اللي معطيني اياه هون؟ بقول لي ماث امبورتد بات انيوزد. انت استدعيت مكتبه فيها مجموعه من الدوال او الاقترانات الخاصه في الرياضيات ولكنك لم تستعمل لغايه الان اي دال، لذلك اعطاك عليها اشاره تعجب. تمام. مستغني عن الباي. أيوة خليكم معي. الآن باجي هون على الباي النسبة التقريبية هاي. أنا في عندي هون بالماث في عندي النسبة التقريبية جاهزة. كيف بدي أطولها؟ انتبهوا كويس، بدي أكتب لكم إياها هون لحال. تكتب math dot. مجرد ما حطيت dot انتبهوا شو طلع لك. مجرد ما حطيت الدوت طلع لك مجموعة function 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 كاتب قدامك كل شو function squared cosine sine log ceiling floor power radians exponential a tan 2 float absolute degree log للبيس 10 is not non available factorial tan a cosine a tan a sine hypot. كلها دوال جاهزة. يا سلام. تمام تمام كليات دوال جاهزة. طيب والله بدي أحط هنا math dot p. مين هذا؟ ما فيها باي دكتور. ما فيهاش باي مزبوط ولا لا؟ مزبوط. طيب وبالحالة هاي شو أسوي؟ وين البايه؟ تعتمدها زي ما هي. ها؟ تعتمدها زي ما هي، زي ما انت كتبها. يعني ما فيش معقولة ما فيش math dot pi. لا دكتور موجودة. وين؟ math dot pi. math dot pi. مزبوط ولا لا؟ math dot pi لازم تكون موجودة. دكتور ما معقولة لأنك كاتب الباي تحت غلط باي اي اي اي. لا لا هو هون أنا أنا بقول لك ليش. أول شيء هاي لازم تختفي تمام، لازم أحطها كومنت شو يعني زي كأنها مش موجودة. وبعدين هون بدل الباي هاي خلص الآن هذا ديليت، ولازم أحط هنا إيش math dot pi تمام. والآن بدي أعمل رن للبرنامج. شو بقول لي هون؟ Please enter redux 3.1. math dot pi كنسبة جاهزة كconstant جاهز موجود جاهز، ما فيش داعي إنك أنت تحسبه لأنه ما حسبه من هون. انتبهوا هاي كأنها مش موجودة تمام. إذا شو صار البرنامج تاعي؟ البرنامج تاعي بدل ما استخدمت pi كتبت 22/7 وين راح حسبها؟ حسبها من عنده. طيب بدي أقول لكم النتيجة هون 22/7 قديش بتطلع معي هون؟ مزبوط ولا لا هيك؟ وبدي أقول له هون برنت انتبهوا math dot pi مش لازم يطلع عن الجهتين نفس الاشي؟ طلوا عليهن. شو رايكو؟ هاي 22/7 مش باي هي 22/7 معايا شباب؟ تمام. قديش طلعت؟ 3.14 مضبوط الباي 3.14 او 22/7 تمام. ولما جيت طبعت math dot pi النسبة التقريبية الكونستنت الجاهزة من اللغة نفسها شو طلعت؟ كان مو مقربا نستخدم math dot pi. لا ما قرب. مين أدق؟ الأدق math dot pi. الأدق مين؟
math.py لأنه في فرق بين هاي وبين هاي، فرق بسيط يعني 0.000 كذا كذا، وهذا الخطأ ناتج عن النوميريكال كومبيتيشن. وبعض الأحيان حساب قيمة الباي الموجودة في اللغة نفسها البلت إن بتيجي دقيقة جدا. وليش حساب الباي لازم يكون دقيق؟ لازم يكون دقيق ودقيق جدا. 22 على 7 لا تكفي لوحدها كقسمة عادية انك تقسمها، الان في قسمة اخرى بطرق اكبر اللي تطلع لك دقة اكثر، وفي بعضها ممكن يطلع لك ايش extended يعني حتى اطول من هيك خانات. تمام يا شباب؟ على العموم انا حبيت اوريكم بس انه math.py هي نسبة موجودة جاهزة في الماث، بإمكانك تستدعيها بس تكتب math.py. في شيء آخر عدا math.py، شايفين الريدس ستار ستار 2 هذا بدي أشطبه، بدي أستغني عنه وبدي أكتب، طلو شو بدي أكتب math.power power. لمين؟ بقول لي الريدس فاصل 2 فاصل 2 شو يعني؟ يعني الريدس تربيع، ارفع الريدس للقوة 2 وضربها في الماث دوت باي. بس شو لازم احط دائما وابدا math.math. ملاحظين؟ عشان دكتور الاولاني اكثر. نعم الاولاني اكثر. كيف يعني اكثر؟ لما نحط ال r os 2 هي بالك بروفيشنال اكثر بتحسها. خلك معي الان، شو الفرق بين هاي وبين هذيك؟ بتعرفوا انه الفرق هون اني انا بدي اروح استدعي الفانكشن اللي اسمه باور يحسب لي النتيجه وارجع، وبدي استدعي القيمه اللي اسمها ماث وارجع. اذا رحت ورجعت، رحت لوين؟ على المكتبه وعلى الميموري، تم الحساب ورجعت القيمه. لكن اللي انا كتبته قبل شويه اللي هو هذا واللي شطبناه اللي هو ريدس ستار ستار 2 ستار ماث دوت باي اسرع من هاي، بس طبعا السرعه ما راح تبين عليك الان، ما بتبين عليك. بس كم من طريقه كتبناه؟ ضربنا الريدس ببعضه مرتين وهذا صحيح، وعملنا الباي 22 على 7 هذا صحيح، او ان استخدمنا الباور او استخدمنا الستار ستار. طبعا الارثيماتيك غير الفانكشن، هون انت استدعيت فانكشن، لكن هون لما تجري عمليه الستار الضرب او عمليه الاسس انت بتستخدم اوبريتر، والاوبريتر ماله اسرع من الفانكشن لانه ما فيش روح على الذاكره ورجعه. فهمتوا شو الفرق؟ فهمتوا يا شباب؟ طيب نعمل رن للبرنامج مره ثانيه ونشوف راح يفرق معنا. 3.1 النتيجه اذا بتلاحظوا نفسها، اذا استخدمت الباور او ضربتهم مع بعض او استخدمت الاسس نفس النتيجه. اذا هذا لحساب مساحه، هذا البرنامج اصبح لحساب مساحه ايش؟ الدائره. في واحد ممكن يقول لي والله يا دكتور ممكن تزيح لنا النتيجة عن إشارة المساواة هون مثلا بأربع فراغات فراغين قد ما تقدر، منقول له حط سلاش تي. شو يعني سلاش تي؟ شو منسميها هاي؟ سطر جديد أنا بعرف صح؟ سلاش تي تعني تابوليشن، تعني ابتعد مقدار 4 إلى 6 فراغات واطبع اللي بعد ما تطبع المسج هاي، معناها اترك ايش؟ اترك من 4 الى 6 فراغات. طيب ويجينا هون بعد دار ساب كتب ساب يجينا كتبنا هون سلاش ان اند سلاش ان سلاش ان اند اوف بروجرام اند اوف بروجرام. مين بيقول لي كيف شكل النتيجه راح تطلع؟ دكتور على سطر جديد اكتب end of the program. على سطر ولا بنزل سطرين؟ لا بنزل سطرين. لاحظ سلاش ان سلاش ان بتعني نيو لاين، هذول بسموهم كنترول كاركترز. شو بنسميهم؟ كنترول كاركترز او كومبايلر دايركتيفز. طبعا احنا فيش عندنا كومبايلر، هو انتربريتر. انتربريتر دايركتيفز انه موجه للانتربريتر انه زي كنترول انه ابعد فراغات، انزل على سطر جديد. النتيجة كيف راح تكون؟
مرة ثانية هاي رن هاي 3.1 لاحظين النتيجة كم سطر نزل نزل سطر والسطر الثاني اللي نزله كتب عليه مباشرة end of a program. طيب بالله لو حطينا هون slash n كيف النتيجة راح تكون؟ حينزل النتيجة لتحت run 3.1 شوف النتيجة وين نزلت مفعول ايش؟ ترك تاب صحيح لكن ما استفدناش منها شيء هاي شوف المؤشر وين ترك تاب لكن نزل على سطر جديد وطبعا النتيجة هون مظبوط ولا لا وبالتالي احنا ما استفدناش اذا بدنا لما نستخدم الكنترول كاركترز نستخدمها بطريقة صحيحة سلاش تي بتعني تابوليشن سلاش ان بتعني على سطر جديد وصلت الفكرة يا شباب طيب بدنا الآن مع البرنامج نفسه نحسب سيركونفيرنس للسيركل شو يعني السيركونفيرنس محيط الدائرة محيط دكتور محيط الدائرة شو أسوي ارفع دكتور وكمان بميتر raise your hand ولا مش عارفين تعملوا ريز للهاند على كل حال كيف بدي أحسب حسبت مساحة الدائرة بدي أضيف على البرنامج بحيث يحسب لي كمان محيط الدائرة يلا دكتور بنكتب معادلة محيط الدائرة مين اللي وين او مين اللي بيحكي مين اللي بيحكي احمد ايش احمد القضاء احمد القضاء طيب يا احمد وين هيثم الخطيب هبه طرابشه سامعين يا مواطنين دكتور اللي هي باي كروس راديوس دقيقة مين اللي بيحكي لو سمحت أنا محمد دكتور محمد إيش مرة ثانية محمد نعمان بني مصطفى دكتور محمد نعمان بني مصطفى مش هيك نعم دكتور حياك الله طيب يا محمد وقبل شوي حكى أحمد بدنا نكتب المعادلة معلش أنا بدي أحطكم اثنين على جنب بدي وين هيثم زكي هيثم الخطيب موجود معنا لا هبة طرابشة هبة داليا العمري دكتور معك طيب يا داليا وين نحط اللي حكاه أحمد واللي حكاه محمد صحيح بدنا نحط معادلة السيركونفيرنس بس وين نحطها بالضبط بالبرنامج أتوقع أنه على سطر جديد بنحط معادلة المحيط وين قولي لي بالضبط بالبرنامج هاي البرنامج قدامك مش واضح قدامك على الشاشة يا داليا اللي هو لاين 8 عند لاين 8 هون دكتور نحط السيركونفيرنس إيكوال شو نحط شو معادلة السيركونفيرنس محيط الدائرة اثنين نون قاف باي صح اللي هو اثنين نون قاف باي يعني شو احط هون يا داليا يا شيماء العمري شيماء مؤمن الخطيب بكر الشرعة إبراهيم العمائرة عائشة زكي أكثر بصير أجاوب مين أنت؟ أحمد القضاء أحمد أنا أجلتك أنت ومحمد بني مصطفى أنا بدي أتفقد الثانيين اللي بدنا نتفاعل مع بعض بدنا نتفاعل كلنا
داليا بدي ارجع لك دكتور. السيركونفيرنس بيساوي 2 ضرب نصف القطر اللي هو الريدس صح؟ احمد معاي انت ومحمد الريدس ضرب ايش؟ ضرب ماث دوت باي مزبوط ولا لا؟ دكتور كأنه بمحيط الدائرة يساوي المحيط اللي بدخلناه ضرب باي ما في اثنين صح؟ ولا أنا غلطان؟ لا لا في لا اثنين وقاف باي اثنين وقاف باي محيط الدائرة هو مشتق المساحة والمساحة نقاف تربيع إذا لما تشتق بسنة اثنين نقاف باي مزبوط ولا لا؟ وهذاك تمام تمام خلينا اللي مشغل تراكتر يطفيه يعني كل ساعة بظهر عندي تراكتر وشو التراكتر هذا وين بالمزرعة ولا وين بني مصطفى هذا مشغل التراكتر طفيه لا والله دكتور أنا في البيت مش عندي فكرتك بسوف طيب لا والله بس كان أربط يلا طيب خليكم معي المعادلة صحيحة اللي أنا كتبتها صح ولا لا مظبوط لكن تكتب كلمة برنت جديدة للهوم فرانس هذا اللي هو محيط الدائرة لا بدي بعطيني عليها خطأ قاعد الجهاز بالله خلينا نشوف الخطأ مع بعض لأن الدكتور كتبته فوق معقول لازم تحت دقيقة خليني أقرأ الخطأ مع بعض أوكي. داليا معانا مركزة يا داليا مركزة معنا دكتور معك دكتور شوف الخطأ اللي ظهر شو بقول لي undefined name redis ليش طيب يا زمي undefined ماني حاطه هون بقول لك ما بصيرش انت تستخدم قبل ما تعرف طب انا استخدمته قبل ما يعرف شو قيمته البرنامج طب معناته مكان العبارة هاي كلها غلط هون لازم وين تحت. لازم تكون تحت تكون كنترول تحت الراديوس تحت الراديوس ولا ما هو الراديوس انبوت المنطقة هاي للانبوت انا معناها بشكل عام دكتور ما اعرف انه تحت وين ما كان هم تحتيها المهم تكون تحتيها وقبل البرنت يا سلام عليك مين اللي سولف انا بني مصطفى اذا مالكوش حل انتو مالكوش حل لا دكتور شغال اس بي دوت نت كمان يعني ايه اس بي دوت نت وجاي علينا شو بدك فينا يا اخي طيب لاحظوا الخطا شو صار فيه راح الان الريدة صارت معرفه اذا ما بصير انا استخدم متغير قبل ما يكون معروف للانتربريتر وقبل ما أكون معطيه initial value أو معرفه وبالتالي هذا الريدس هو نفسه هذا الريدس هو نفسه هذا الريدس تمام حسبت 2 نو قاف باي ممتاز الآن بدي أطبع شو بدي أطبع في داعي أعمل input مرة ثانية ما هو نفس الريدس استخدمته لحساب المساحة ولحساب السيركونفيرنس إذا بالحالة هاي شو بدي أسوي شو بدي أسوي؟ بدي أطلع النتيجة شو أسوي؟ بدي جملة برنت ثانية مزبوط ولا لا يا شباب؟ مالكو كنترول سي مزبوط عليك كنترول في هاي جملة برنت ثانية بس بدل السيركل أريا شو بدي أحط هون المسج؟ أقول له the circumference equal slash t شو أحط؟ ما محط الدائرة كوبي اللي هو السيركونفيرنس اللي هو اسم المتغير مزبوط ولا لا بلاش ما بدناش هالكوبي هاي تاعت الكنترول سي الآن باجي هون وبأضلل هاي وبقول له كنترول في عشان أعمل كتابة فوقيها وبعدين ما فيش داعي لهذا لأنه البرنامج بيكون بعد ما انتهى ما انتهاش بشيلها مزبوط بدي أشيلها وحتى ما فيش داعي أكتب the end of program خلص ما هي معروفة the end of program إلا إذا بدك إياها ينزل على سطر جديد وحط لك end of program زي ما بدك أنت يعني أنت بترتب برنامجك زي ما بده بس بإحنا بدنا نحط هنا فاصلة بين quotation slash n slash n شو السبب مين بقول لي عشان ما يطلعوش اثنين جنب بعض تحتيه بعض مباشرة يطلع بيناتهم أسطر فراغ لكن تحت بعض ايوه شوفوا البرنامج كيف صار الان بالنسبه لك وانت بتقرا فيه زي كانك بتقرا بالسي السي الحل سيركل اريا سيركونفيرنس
الانبوت الريدس واضح، كل شيء واضح لك. والان النتيجه او التنفيذ البرنامج بقول لي انبوت ريدس، انبوت ريدس هاي يا اخوي 3.1 بالعشرة، بلاش 3.1 بالعشرة لا يقولوا ملزق فيها الاستاذ في بينه وبينه صداقه. ها غير جاي يطلب منك كمان واحده المفروض. لا خلص، لا تمام، ما لا بيطلب مني واحد ولا شيء. ريدس نفسه استخدمت، تمام ريدس نفسه. اذا دي سيركل اريا 226 دي سير كونفرنس ايكوال 53. شو كمان ممكن اطلع من ادخال الريدس؟ ممكن اضيف شغلات البرنامج يطلع لي كمان الدايامتر. شو الدايامتر؟ مين يقف دايامتر اللي هو العربي دكتور؟ شو معناته بالعربي؟ القطر، مش هيك الدايامتر؟ القطر، القطر اللي هو 2 في ار، مزبوط؟ مزبوط. طيب نقدر نطلع البوينت على الدائره، نقطه على الدائرة. في اشياء كثير بقدر اسويها، في اشياء كثير بقدر اسويها، بس انا المطلوب مني بالبرنامج هذا تاعي انه اكتب برنامج لحساب مساحه ومحيط الدائره، خلص برنامج انتهى. هذا برنامجي، هذا برنامجي. هيا دخلت نصف القطر، عملت امبورت للماث واللي هي لايبرري بتحتوي على مجموعه من الدول، من ضمنها الباور، من ضمنها النسب التقريبيه الثابته مثل الباي الى اخره، وكتبت معادلة السيركل إيريا ومعادلة السيركونفيرنس، طبعت السيركل إيريا وطبعت السيركونفيرنس وانتهى برنامجي. في حدا يا شباب إلو أي سؤال حول ما أخذنا اليوم؟ نرجع مع بعض بس عشان نكون نعرف شو اللي قطعناه من المادة، يعني بدنا ننتبه إنه هاي أنا الآن قطعت شوط كويس مع معكم. لاحظوا هذولا كله أخذناه شو هو البرنامج، بعدين عملنا الار ضرب ار وأعطيكم أكثر من طريقة إله، واستخدمنا الامبورت للماث تمام، وعملية الامبورت والباي والباور إلى آخره، وبعدين قلنا بدنا نستخدم meaningful file names الامبوت، والامبوت دائما أي شيء بتعتبره شو بتعتبره string string، وبالتالي انا مضطر احول لانتجر او بحول الى فلوت دبل. بدنا ننتبه، لاحظوا هون بقول لك انبوت انتر اكس، اكس بتساوي اكس زائد 2، هذا بيطلع لنا ايرور. مين بقول لي ليش؟ ليش هذا راح يطلع لنا ايرور؟ لانه الاكس داخل دبل كوتيشن. لا، لانه الاكس انا معتبره هو string وانت عرفت ارقام. احسنت. هون الاكس لما تقول له انتر اكس دخلت 2، 2 ما بعتبرها، او 10 ما بعتبر العشرة على اساس انها رقم، شو بعتبرها؟ سترينج. لما تيجي تجمعها ل 2 غلط لانها سترينج. شو لازم تحط هون قبل الفلوت؟ انتجر او برامتر من نوع انتجر او فلوت او فلوت او دبل. تمام، ما فيش دبل عندنا بالبايثون، في فلوت وانتجر وسترينج اس تي ار. طيب ما في دكتور، بس بدي ارجع، ما بدي ارجع على البرنامج. شفتوا الانبوت هاي؟ طلعوا عليها. بقدر اشيل الفلوت هسه، هاي كنترول اكس، وشو بسوي؟ بشيل كمان الجوساب وبشيل الجوساب. بس شو لازم اسوي؟ لازم احط الفلوت تحت. لا لا خليني، لازم احط ريدس ايكوال كنترول في بين قوسين ريدس. شو يعني هذا الكلام؟ معناه هاي إشارة مساواة، ينفذ طبعا الجزء اللي على اليمين أول شيء. معناه الريدس هاي القديمة اللي هي هون كانت سترينج، صح ولا لا؟ معينتو أنا بقول لك حولها لفلوت وخزنها بالريدس من جديد، يعني الريدس القديم بدل ما يكون سترينج شو صار؟ القيمة القديمة هاي صارت أبسوليوت، انشطبت وحل محلها القيمة الجديدة. يعني هذا شو صار بدل ما كان سترينج شو صار الآن؟ فلوت. وصلت؟ يعني هاي الريدس يا عمي لويش، خلينا نجرب البرنامج قدامك. وها بدي أدخل، شو دخلت أنا قبل شوي؟ 8.5 ساي 8.5، نفس النتيجة. ليش؟ هذا 8.5 اللي دخلتها هون كانت سترينج، وهذا كان شو نوعه؟ سترينج.
لكن انت شو سويت هون؟ قلت له حول الثمانية ونص اللي كانت string الى float وخزنها بالريدس نفسه، يعني الريدس الطايب بتاعه صار له totally convergent، خلص القيمة القديمة انشطبت بطلت تصير string صارت شو؟ float. وصلت يا شباب؟ تمام دكتور. تمام، هاي طريقة ثانية، هاي طريقة ثانية، أو بتحط هون الفلوت مع الانبوت وخلص بصير معروف إنه أي جملة الإدخال بدل ما تكون string يحولها أوتوماتيكيا لوين؟ لفلوت. نرجع لموضوعنا للسترينج. طيب للسلايدات لاحظوا X integer input. يا أحمد مالك يا أحمد؟ أحمد القضاء دكتور. طيب بقدر أحط الفلوت بالبرنت؟ الفلوت بالسترينج؟ بتقدر عادي. لا بالبرنت، بالبرنت جملة البرنت. لا من جملة الطباعة. بتقدر، تقدر عادي جدا عادي، بس خلك حبة حبة وانت راح تكتشف اللغة. بس خلينا لاحظوا هون دائما وابدا يا شباب input، لاحظوا input enter x وبعدين شو حطيت فوق؟ integer، يعني كل الادخال هذا اللي راح تدخله حول لي على integer وبعدين خزنه وين؟ في x. بتجمع x بتساوي x زائد 2، اذا دخلت 5 وجمعت لها 2 شو راح تصير قيمة x الجديدة؟ 7. برنت اكس شو راح يطبع؟ 7. هون ما فيش اخطاء، ليش؟ لانك حولت عملت تايب كونفرجن للسترينج لانتجر، وبالتالي لما تيجي تجمعه راح يكون انتجر زائد انتجر والنتيجه راح تكون انتجر، بينما هون انتجر زائد ايش؟ سترينج، وبالتالي هذا غير منطقي زي ما اخذنا بال الدروس السابقه. اذا لاحظوا طبعا احنا الموديول كيف نعمل موديول بعد ما خناوش، بس انا راح مع بعض بس ناخذ الفانكشن اوريكم كيف راح نعمل لايبراري خاصه فينا، مش لايبراري جاهزه زي ال اللهم صل على سيدنا محمد زي الماث او خلافها. طيب الجمل هاي اللي كتبناها يا شباب هي جمل بايثون. جمل ايش؟ جمل بايثون، يعني أكم من جملة تنفيذية موجودة عندي هون جوا البرنامج؟ يلا لا ثنتين دكتور. جمل تنفيذية واحدة تحسب لي محيط الدائرة وواحدة نصف ثلاث دكتور. يا شباب هاي جملة وهاي فهمت عليك، وهاي جملة وهاي جملة وهاي شو يعني؟ شو يعني جمل تنفيذية؟ يعني بمر عليها الانتربريتر بينفذها، وهاي كمان جملة تنفيذية. كم عملية ثنتين عندي؟ العمليات انسى العمليات، انا بسألك عن جمل، لان الجمل اللي كلها كتبناها الجملة هاي تسمى جملة ادخال، هاي الجملة تسمى جملة حسابية. اي شيء بيحتوي على اشارة المساواة لاحظ يعتبر جملة حسابية، لأن جملة حسابية تحتوي على ضرب وباور، هون ضرب وبرضو الباي عبارة عن استدعاء فانكشن. الآن جمل حسابية، الجمل أنواع، جمل حسابية، جمل منطقية، جمل إدخال، جمل إخراج. هاي الجملة تستخدم للإخراج اللي هي جملة إيش؟ البرنت. وضحت الصورة يا شباب؟ إذا الجمل التنفيذية هي كل الجمل اللي ممكن يمر عليها الكومبايلر ويحسبها. بكون درسنا لليوم انتهى. بدنا المرة الجاية نكتب ولو فانكشن بسيط ونشوف كيف نعمل موديول لوحده ونستدعيه فانكشن بسيط، ونشوف التوكنز ونشوف العمليات الأخرى مثل عمليات الشيفت أوبريشنز، عفوا عمليات الأكبر والأصغر، العمليات المنطقية إلى آخره، والترو والفولس أوبريشنز. في حدا عنده أي سؤال حول ما أخذنا اليوم يا شباب؟ أنا دكتور. تفضلي. دكتور هلا أنا لما مثلاً أراجع محاضرة اليوم لو ما درست على السلايدات وحضرت بس المحاضرة إنه رجعت حضرتها مرة تانية بلا ما أقرأ السلايدات بكفي؟ مين معي داليا؟ دكتور. ما في مشكلة يا داليا، بس بدك تنتبهي في بعض الشغلات الإنسان بغفل عنها بتكون موجودة بالسلايدات، والسلايدات عبارة عن يعني أسست إليك إنه تساعدك تتذكري لا أكثر ولا أقل، يعني هي مش مين سورس
لان الشرح هذا اللي قاعد بشرحه انا هو شرح عملي، انا قاعد بشرح لكم شو المتغيرات وكيف استخدمهن مباشره. الان بالسلايدات منظم الامور بحيث انت اذا حضرت المحاضره ورجعت للسلايدات بالنسبه لك السلايدات راح تكون بيس اوف كيك، بتقرايها مع كاسه شاي مع كاسه قهوه وبدون مؤاخذه بجوز يعني تقرايها تمري عليها فقط بالنظر. اوكي اوكي دكتور. يعني لازم يكون معك السلايدات عشان تتذكري، لانه في شغلات لا هم معي انا شريتهم. انا بقول لك السبب يا داليا انه لما يصير عندك امتحان صعب انك تيجي تحضري مثلا ساعتين او ثلاثه او خمس ساعات من المحاضرات، لكن من السهوله انك تقعدي تحط سلايدات وتطبقي مباشره على الجهاز، مزبوط ولا لا؟ صح دكتور، انا هذا رايي. وطبعا يعني كل الاشياء اثنين موجودات. العفو بدي اسمع الاسامي، واللي ما بطلعش اسمه ما بردش، يعني انا مضطر اني اسجله غياب. احمد القضاء موجود صح؟ موجود دكتور. هيثم الخطيب 18 10. هبه محمد. داليا موجوده. شيماء العمري دكتور. شيماء موجودة؟ موجودة دكتور. موجودة. شيماء قبل شوي ناديت عليك، مالك؟ أحسك ما طلعش دكتور، كنت عارف الجواب استحيت. لا إله إلا الله، لو قلنا بالصف عادي وتستحي منقول عادي، ما احنا عزوم فيرتشوالي كله، ما احنا شايفين خلقتكم بالمرة. طيب مش مشكلة على كل حال. الحياة شعبة من شعب الإيمان. مؤمن الخطيب، مؤمن عطوفتك معاليك سعادتك دولتك مش موجود. دكتور يطلع اسمي يطلع. بكر صايل مين بكر؟ سأضيفك يا محمد بني مصطفى. بكر صايل شراع. دكتور تمام. بكر صايل شراع موجود؟ مش موجود. طيب إبراهيم عمايرة مش موجود. عائشة عماد. أستاذ دكتور. والله مليح اللي سمعنا حسك يا عائشة. سمعنا. دكتور ما حضرت المحاضرة الماضية هيك مو مستوعب. بس مش مشكلة يعني عادي يعني عدم حضور. طب ليش ما حضرتيها على اليوتيوب؟ هسه عرفت إنه. طيب. بسيطة يا عائشة، بس سمعينا صوتك مرة ثانية عشان نعرف انك موجودة، يعني نقول عائشة ولا حول حدا. طيب مش مشكلة على كل حال، ما مش مشكلة. محمد بني مصطفى. نعم دكتور، محمد نعمان بني مصطفى. محمد نعمان بني مصطفى، خلاص يا محمد ضفتك انا، بس راح اطلع كشف جديد ان شاء الله. الله يعطيكم العافية، ارجو انا راح ارفع المحاضرة وارجو انكم ترجعوا للمحاضرة وتسمعوها بتمعن وبشكل كويس، وشغل السبايدر وطبق وضيف وعدل وقيم وحط وشوف النتائج اللي بتظهر معك، ضروري جدا ضروري جدا. هل في مجال؟ الله يعطيكم العافية لأنه انتهى الوقت بعدني ما صليت المغرب. تمام. طيب تفضل على السريع دكتور. هسه بالنسبه للامتحان في نظري بدخل، انه كانوا يدخلون نظري انه اللغه هلا شو بتستخدم، شو الشغلات اللي بيستخدموها زي هيك، تاريخها مثلا انواعها. انسى صك السواليف هذا كله ولا تجيب له سيره. ماشي تمام. ابلش بالبرمجه وانتبه لها وركز عليها. تشابتر الزيرو قلت لكم سيلف ستدي، يعني اقرا لحالك كيكه على الهيله هوب. يلا ضلوا بالعافيه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.